أكنيت يدعون من دون الله. القرآن أو يقول ولا مشركين تسبوا الذين يدعون من دون أولئك الله أمر السبب فيسبوا الأكل. الله عدوا بغير علم. عدوا بغير علم. لاحظ هؤلاء نهانا القرآن أن نسبهم لأن سبهم يجر إلى سب الله تبارك وتعالى. سب هؤلاء يجر إلى سب الله، وهذا ليس مطلق أحبائي. لا بد أن نرى أن القرآن الذي نهى عن السب لم ينهي عن السب مطلقا. القرآن هو قال عتل بعد ذلك زنيم، الزنيم سب. لاحظوا القرآن حينما لاحظوا التفاسير، لاحظوا يعني القرآن بخلاف خذش كفته مجمع البيان، لاحظ التفاسير الأخرى، هل القرآن يخالف نفسه؟ يقول عتل بعد ذلك زنيم. القرآن عترة أتراف. ها إذن علينا أن نعرف لماذا نحتاج إلى العترة حتى توضح لنا هذه المصادر، حتى المسولون الوساوس الشيطنة والذين يكون عملهم يبثون في عقول الضعفاء لا تسبون أحد، لا تتكلمون على أحد، لا تلعنون أحد. لاحظت القرآن ينهى عن ذلك وهو يفعل. إذن نهيه ليس مطلق، نهيه في مورد خاص. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ذولا فيسبوا الله. الأصنام لا تسبوها لأن يرجعون يسبون الله. أما ما قال لا تسبون الظالمين، ما قال لا تلعنون الظالمين. الظالمون المنحرفون. لاحظت لابد التسويلات الشيطانية والإلقاءات الشيطانية والوساوس الشيطانية لا تدخل علينا. فلذا تصدت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إلى هذا الأمر، لأن لا ينحرف الناس. أمير المؤمنين حينما يقول أكره أن تكونوا سبابين صلوات الله وسلامه عليه، هو أمير المؤمنين، مو البعض يستدل بهذا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو قد يأتي بكلمات فيها سب. إذن لابد باصطلاح العلماء أن يحصل الجامع بين هذين النصين، فيكون هذا له مورد خاص في موارد خاصة يحمل، أما في الموارد الأخرى لا. فالأدلة ليست على أدلة السب واللعن، النهي عنها ليست على إطلاقها. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة. الدعهم هو دعيهم أبو دعي، يعني الدعي يعني ابن زنا. لاحظت من ليس له أب لا يعرف له أب من الدعي. فهل الإمام الحسين كان يفعل خلاف ما يريده القرآن؟ نعوذ بالله. نتعلم منه القرآن ونتعلم منه معنى السب، أن السب الذي يكون للآلهة لا مطلقة. علماء أتقياء علماء صالحين بفرس. فلا بد إن كنا نعرف هذه المسائل ونعرف أن نجمع بين الأحاديث فبها، إن لم نعرف لا بد أن نرجع إلى العلماء الأتقياء العلماء الصالحين الذين يعرفون هذه المسائل. وبحمد الله والمنة شبابنا بما أنهم في محرم وصفر هم وأولادهم يذهبون إلى المجالس، وفي الأسابيع يذهبون إلى المجالس الدورية، إلى المجالس في البيوت، إلى المجالس في الحسينيات، في المناسبات المختلفة. جعل الله الحسين رحمة لنا ورحمة عامة، حتى تكون هذه المجالس نتفقه منها معنى من ينبغي أن يلعن ويسب ومن لا ينبغي أن يلعن ويسب.
بل لا تأخذنا وساوس الشيطان وتسويلات وإلقاءات الشياطين. يأخذون بعض الأحاديث ويضربون بعض الأحاديث عرضا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يمكن أن لا نعمل ذلك ونرجع إلى كتاب الله وعترة نبيه صلى الله عليه وآله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.